دابا كما كتشوفوا الاجواء زوينه تبارك الله. اييه الوالده دابا هادشي هاد المدينه من الوالده هادي هادي ديال سعيد ولدي وراه عزيز وغالي والله يرضي عليه الشريك ديال ديال باك محمد الله يسهل عليهم والله يعاونهم. اييه سعيد الله يسهل لهم الله يسهل لك ان شاء الله. يا فاطمة الزهراء الله يبارك فيك ضروري اكواصلك الاحتجاج ديالنا تحية للناس الخميسات تشي تشي ديالنا Thank you.
الصحة الله يعطيكم الصحة. زيد تشرفنا في النادي ديال الحسنية منورة تبارك الله والله العظيم منورة. الله يحفظك الله يعطيك الخير الشيخ الحسنية الله يحفظك. وكما كتشوفوا الأجواء زوينة تبارك الله. هادو هما الأجواء ديال الشلوح أكيد. والوالدة فين هي الوالدة؟ فين هي أم حليمة؟ بلادنا ولدي بلادنا كلها خير تبارك الله وسعيد راه ولدنا ورحنا فرحانين هاد النهار وراه عطا بنته مسكينه والله يكمل عليها امين والله يسخر لها والله يكمل على البنات فين ما كانوا والدراري امين 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 هادشي اللي غنقول لكم اوليداتي ومازال الحلقه غتكون زوينه ان شاء الله رفقات العائله كامله ويسر 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 شكرا 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 عرفنا على شكرا سعيد شكرا سعيد هذا هو شريك أربع شريك يا فين انت صافي فين الشماليه ها فين مره غادي نحضر العرس في الاطلس وي مره مرحبا الشماليه كي جاك هادشي كي جاك هادشي الاطلس حمق هادشي هذا والله الا غزيون والبساطه وهادشي مزيون وعرفتي النشاط حتى رشيده ما رجعتش عروسه عندنا تفاجات فاش شفت هاد الاهراز قالت حنا ما عندناش بحال هكا يا ودي ودي دابا وليت انا من هو دابا رشيده ولات تبعك بزاف ويلي اي والله ولا تيتي ولا لا الضيفه ديالنا جده شكون هي موتة تبيعة ديالنا لالا هدى موتة تبيعة ديالنا مسكينة وفية جات تشوفنا مرحبا بك اختي هدى وشرف لينا والله القسم ومرحبا بلالا العروسة ديالنا لا باش ندوشو واش مصحابه هدى قولي عروسة واش شريتي الخاتم ولا مازال مازال اخويا واش شريتي الخاتم قولي قلنا لا لا عيشة خليها داك الشيء بالصوت ويلي صافا سيدي مرحبا بكم مرحبا بكم دار داركم والله الا مرحبا بكم بالله انتم جيتوا كثر شوية ولكن ماشي مشكل ويلي 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 احنا اللي في العرس رشيدة واش طبلة ولا 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 احنا اللي في العرس احنا احنا ويلي 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 هما كازلوا من العرس هما عاملين فشطة خاصة لحبوبة تيف لا لا نروحوا العروسة ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عرايسي تسمح لي ما يروحوا صافي الله يعطيكم الصحة ما عندي ما يسالكم دابا غادي نمشيو نتقدموا عند خويا سعيد باش نتغداو مازال تشوفوا اجواء واعرين شحال من ناضيه برافو علينا لاله نعيمه ديالي. لا لا ما عندي ما نساليك وصافي. كنا نخدمها ونمشيو. لا لا ما عندي ما نساليك واش مشيت معك حنا نتعاوناك وهذا. لا ايوا باقا صغيرة ما بغيتش مسكينة نبردها. علاش ناتشي حنا شنو تقول لامك؟ علاش ما جيتش معاها علاش؟ اللي بغات تخلع. ما بغاتش ياك. ايوا الخانة؟ أنا إن شاء الله. ياك. نخدموها إن شاء الله نخدموها نطلعوها. شنو الدور ديالك هنايا؟ نجيب المزاد نجيب المزاد. صافي سيري وغادي نطلع أنا وحفصة خلاص وحنان حنان. وحصه مع ام حليمه والبنات ونعيمه تبارك الله فين ما تلقات مسكينه كتخدم ما كتقولش لا لا الله يخلي لها صحيحتها والله يخلي لها وليداتها وهذه هي المراه الحره اللي كتجيب الخوت اليومي لوليداتها اللي كتجيب لقمه العيش بعاق كتافها وما كتطلب حتى واحد والله يخلي لها صحيحتها والله يخلي لها وليداتها وهادشي اللي غنقولوا ويبقاو معنا المتتبعين اللي كنتو معنا نطلعوا ان شاء الله عند ام حليمه نتغداو والبنات يلا بقاو معنا ان شاء الله يلا شدي تمايا
وسعيد مهدي مرقول واحد ابو حسن الوليد تعاون سعيد الوليد تنادي عاوتاني صاحبك ياك مهدي مرقول الله يعطيك الخير وكما كتشوفوا الحضور الكريم واحد الضيفه مازال غتعرفوا عليها ان شاء الله في القناه ديالي وتحسنا ضيفه جاتنا من تركيا هي الوليد ديالها مرحبا بك والف مرحبا غادي نعطي لك اسم القناه ديالكم ان شاء الله يا ربي غتعرفوا لك متابعين معايا بحلقه اخرى ان شاء الله اسم القناه ديالك ام علي كان سميتها ام علي كان صافي ولا احسن شرفينا خويا احلى جينا لا تقولوا ما جينا غتجي شيبك مرحبا كلشي زوين تبارك الله ان شاء الله يا ربي غنمشيو غنديروا فيديو خاص بيناتنا ياك ان شاء الله يا ربي قناه الحباب يا الحباب وهذه بنائمه الصحراوية كما كتشوفوا القضية شابكة حتى اللي كتكون فاطمة الزهراء صح بابا 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 هادي هي حيدات ها شوف بابا شعبة خطيرة دورات بقات لعندها شوف 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 ها شنو هادو لا بغيت زعما نحشم معاه والو فين هو الرجل باش نشبرو هادا كذا شوف هادا شوف شكون فوق شوف شوف والله الا الكسا لا مريحة هنا والله القسم احسن كسا هي هادي ويلي 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 واش نجلس معاكم هنا ولا نمشي لهنا دابا؟ الله يعطيك الصحة خويا الله يعطيك الصحة فرحانين على سعيد ولدي والله يكمل على بنتو والعقبه البنيات فين ما كانوا ان شاء الله ان شاء الله صح كنتسناو احنا على حال ان شاء الله اللي حنا ناكلوا الدجاج ديالها اللي حنا ناكلوا الدجاج ديالنا والله العظيم متتبعين الاوفياء تسمحوا لي غادي نخليكم ان شاء الله يا ربي في هذه اللحظه هذه وغادي نرجعوا لكم ان شاء الله بما سالت الحفله محلمه زيدي تفضلي محلمه ضربي على راسك محلمه طباخت محبوبه التيفي ما كاينش ولا حال انا تاع الادريسيه واش طباخت محبوبه التيفي واش اسم القناه ديالها ولا تصعيط هذيك اسم القناه وكل شيء الناس هي الطباخه ديال الدار ديالنا تبارك الله ودعائله وفي نفس الوقت هي الاسم ديال القناه ديالك محلمه ياك وبالنسبه اللي بغى شي عرس ولا شي حاجه مرحبا ياك حافظ النمره ولا ما حافظهاش مرحبا بك حافظ النمره ولا ما حافظهاش دابا نحطوها لكم ان شاء الله في اول تعليق بقاو معنا ودابا القضيه مزيره كما كتشوفوا با سعيد الصديق ديال الوالد الله يحفظك الله يحفظك الوالد راه في هذا الشيء الوالد حاولنا الوالد الوالد المهم اش غنقول لكم بقاو معنا ان شاء الله احلى تبونه في هذه الحلقه اكيد او ما تمشيو فين ان شاء الله يا مولاي انا لازم نبقى ديزير قبل الطعام با سعيد هاد الطلب كبيرة الله يسخر اخويا البنيه مرحبا الله يسخر ما درت اخويا سعيد هادشي اللي غنقولو الوالده مرحبا بكم سي سعيد مسكين دار واخا دار غير سويليقه صغيره وما نساناش والله ولدي ما نسانا ومسكين وفرحان بينا وعدنا هنا في البيت بقى وحدنا الله يرضي عليه والله يسهل عليه والله يسخر لبنتو ان شاء الله امين الله يجعل يكون الساعه ديالها خير منا امين الوالده امين ويسخر البنيات فين ما كانوا ان شاء الله يا ربي امين ويا ربي شنو هو؟ الله يجيب شي صدقه اخرى انت صاحبي جوك صدقات ديال شنو بصراحه يحمق والله دغيا نزربوا بعضنا واحد الله وفاطم زهرة فاطم زهرة من الثانية انا احتكيت منه انا عطيته انا لا فاطم زهرة هذه خاصة الله وديها الله يرضي عليك وانا اختشف حتى انا الضيفة ديالنا الضيفة ديالنا ديال الخميسات هدى هدى الله يحفظك اختي هدى ديالو هدى خميسات الشمال ها الريفاش هادي مخلطه امغاس الوالده متوريد انا بركانيه حتى انا بداك الطغمه بلا ما نضخ هادو منين هادو؟ ولاو منين هادو؟ شبعوا الدجاج هادوك لا شبعوا الدجاج شبعوا الدجاج رشيد يا ام حليمه رشيد يا ام حليمه تحيه الناس ديال رشيد يا عزاز وغادي والله القسم ام حليمه واش انت راك عزيزه وغاليه والله العظيم السيدي حسن راه بقى لك والو صاحبي يلاه يبقاو معنا راه ما بقى لي والو المتتبعين غير هادي هي راس عارف راكم عارفين شنو كاين بارك عليك خليك احمد الجوع
انا مازال فيا الشقه معنا الكرام مع رشاش محلمه ما خلاو هنا والو والو رشيده مسكينه تعداو عليها شوف تيتي تيت ويلي 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 واش نتوما درت لنا شوف باش عرفوا راه مجموعين حنا حنا مجموعين غير هنايا كل شيء كنا كل شيء كنا تبارك الله وكلينا واش دابا اللعبه كدير لي انتصار كتاكلها الحمل وكتعطيها لعقمن والله الحمل صرعات كاع ديال صرعات الحمل وعظمن ها وقت لك الحمل انت كتاكلي الحمل وكترمي لها عظمه اخويا سعيد واش سعيد خويا بزاف اخويا الخير راه كامل كنتي بقى حوالي تما ها كذا وزيد لك واحد اخر لا لا بركه علينا لا بركه علينا زيد لك واحد ما بقى والو انا مرضي نجيب شي معفرين لا دابا سعيد دابا سعيد ماشي حسن سلام هو الاخر جاي حتى انت حتى وقيله حسن غير تمايا فشي بلاصه ساليتو نتوما لا مازال هذه مازال مساله واه السلام على العروسه ديالنا صلاه رسول الله الى جاي يا سيدنا محمد الله معنا صل عليه يعطيك الصحة ديال الحصة والله يكمل عليك بالخير اختي ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يبعد علينا هاد الوباء ونديرو شي عرس ديالية فعلا واحد عرس ديالية تقول ما دايرش كما قالت الوالدة وداك الشيء اللي بغات اختي حفصة على الراس اللي بغيتي على الراس والعين اختي حفصة جات كانت الحفلة الحفلة دوزيتو مع الحفلة غير بيناتنا داك الشيء اللي كان اخويا عبد الرحمن اه ناسي اشنو ضرب الحفلة يا اخويا القويمي جا وكدا اوا زادنا بو سعيد وحده اسعيد ابارك اخويا معاك اه غادي لكم رواه الله الله الويش شنو غادي ندير هذا الله الله سعيد بو سعيد سعيد اش غادي تنزل هذا اختي اللي ريت دبك على يدك ودير لها فاطمه الزهراء والله ترى مرك اختي انا خويا خويا حسن انا فاطمه الزهراء يا فاطمه الزهراء اليوم اه والله الا انا وياها الى اختي هذه انا هذه لا لا والله الا اختي ماشي خوك انا لا ياك ذكرتيني كيقول انا خوك انا دابا فاطمه الزهراء بيني وبينها واحد واحد السر وباغا تهرب ليا منه لا لا انا العشيه ما تلقاونيش انا وايلي والله العظيم انا قسيم انا قسيم انا واحد اليوم توحشناك غادي نبات هذا النهار ان شاء الله يا ربي صافي برافو عليك اليوم غدا ان شاء الله غادي نمشيو نسمعوا على سعيد والله يشافيه والله يقعد يسادو ان شاء الله لوليداته يا ربي وراهم تيدعوا مع وليداتي كاملين والله يعطيكم دعوه الخير ان شاء الله يا ربي من دابا السي حسن هو كلفو هنا اذا نحن جبت باصنا راح نحطوا الطعام السي حسن الوليده سلام ورحمه الله ولدي كي دايرين وليداتي لاباس عليكم كي درتوا شويه ايوا شطوا فرحتوا والحمد لله باينون شطنا وفرحنا فوشو والله ولدي لا فوجنا بزاف بزاف وغير حفيله صغيره وفرحنا مع سعيد ولدي والله يكمل على الجميع والله يسخر لديك البنيه ان شاء الله أمين. يكون السعد ديالها خير منها يا ربي امين ايوا هادشي اللي كان وليداتي راه جات الشمس قبالتي عماتنا دابا فاطمه الزهراء شنو تنزل عليها بشي حق قدامكم شنو ديروا دابا تقولوا زقرامه زقرامه فاطمه الزهراء والله الا بغيت تبيني ليهم ولكن بالتصوير خرجيهم كاملين وخلصي عليهم شي جلسه لا ما كرموش مازال ما كرمه والو وي كرموش موجود يا الخير ديال الكرموس بنتي اقول الخير دارته بنتي وكلينا وشربنا وتبرعنا مع موالين دار والله يعمرهم بالخير ان شاء الله دابا نقول لهم ولا خدمه فاطمه ولا كلهم اه شو شكون اللي مكلفه مع السلامه انا اللي مكلفه السلام عليكم السلام عليكم